في ايه يا عمر مالك؟ انت مبقتش مريحني خالص على فكرة. ليه يا حياتي بس؟ عشان ايه يعني؟ يعني بلعب رياضة؟ تلعب رياضة؟ عشان عينيك اللي بقت في وسط راسك من ساعة ما وصلنا هنا. انت قلقان من حد؟ خايف من حاجة؟ في ايه بالظبط؟ يا منجي من المهالك يا رب. يا منجي من المهالك؟ هو اللي انت فيه ده مهالك؟ ايه اصلا نسيت الموبايل بتاعي في الأوضة ومحتاجة اطمن على اخواتي ضروري جدا. ممكن تجيبهولي؟ اه اجيب لك الموبايل من الأوضة. ممكن بليز 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 ماري هاي ليستاري هيليا. حاضر يا عمر. تسلميلي يا روحي. حاضر يا سام. ماري هاي ليستاري ماري. عايز حاجة تاني من الأوضة؟ لا خالص مش محتاج أي حاجة. ماشي يا حبيبي. تيجي بالسلامة إن شاء الله. حدكت؟ مفيش شمسية فاضية غير هنا؟ أجي يا حبيبي أقعد تحت الشمسية بتاعتك وهي شمسية تلم الحبايب كلهم. احترمي نفسك، احترمي نفسك يا عفة. مراتي عارفة شكلك كويس. ولو جات وشافتك هتفضح الدنيا. والنبي عارف امشي من هنا. النبي عشان خاطري. انت هتعيط يا حبيبي. طالما انت بتخاف قوي كده بتغلط ليه من الاول؟ عسل؟ اي عسل اللي انا غرقانه فيه؟ تعالي خدي حبه يا اختي. قرفانه قوي، قرفانه. عمر مش طبيعي. بطلي السفاله اللي انت فيها دي. الاكيد ان الموضوع ده مش شاغل بالي خالص. انا حاسه كده ان هو في حاجه كده مخبيها عني. ومتأكدة برضو. يا بنتي إحساسي عمره ما يخيب. أيوة بصي، مفيش راجل في الدنيا يعامل مراته بالطريقة اللي عمر بيعاملني فيها ويكون بيحبها. أيوة، مع إنه في أول يوم كان فظيع. كنت طايرة معاه، طايرة طايرة، مش عارفة إيه اللي جراله. سايباه على البحر اللي عايز يحط زيت ويعمل حمام شمس. يمكن موصف له ما تعرفيش بقى. اضحكي اضحكي، ما هو شر البلية بقى. بقولك ايه، انت بتنزلي البازار؟ عفا ابوس ايدي امشي من هنا. غوري عايزني امشي من هنا يا عمر؟ يا ريت. من عينيا بس بشرط واحد. ماشي اشرطي. انجز يا ماما. شايف الصخور اللي هناك دي يا قلبي؟ شايفها الصخور مالها؟ شايفها كويس؟ شايفها كويس جدا. شايف ازازة الزيت اللي معاك دي؟ شايفها كويس جدا. ادهن لي جسمك بيها وتروح تقعد على الصخور دي لحد ما الشمس ما تروح وما تقومش من مكانك. على الصخور؟ وادهن زيت. وادهن زيت؟ اقلي نفسي يعني؟ اقلي نفسك يا دكتور. مرتي جاي، مرتي جاي، امشي. مش همشي غير لما تروح. روح. نايمة على ودانك؟ ونعمل لها ايه يعني؟ ما انت عارف بنتك وجنانها. جنانها بتاع ايه؟ ده احنا لو عايشين معاها في بانسيون كنا عرفنا انها سافرت. انما انا اصحى من النوم فجأة تقولي لي مسافرة؟ ازاي ده؟ وانت كل حاجة ترميها عليا انا؟ مش انت امها؟ وانت ابوها المسؤول عن تصرفاتها وتربيتها. وياما قلت لك يا ربيع بلاش الدلع بزيادة ده، تقولي صغيرة وبكرة تكبر. اهي كبرت علينا كلنا، اشرب بقى. يعني انت فاشله كأم وفاشله كزوجة ولسه لك عين تتكلمي وتقوحي؟ انا فاشله يا ربيع بعد كل اللي بعمله لك ده؟ بتعمليه لي انا؟ انت بتعمليه لنفسك.
ده انت نسيتي الدنيا وما فيها من يوم ما حلبتي انك السيده الاولى، رميتي ورا ظهرك بيتك وبنتك وجوزك لغايه ما وصلنا للي احنا فيه ده. دلوقتي بقى حلمي انا مش حلمك انت يا ست الريس، مش كده؟ يا شيخه بلا قرف. ربيع، ربيع ماشي يا عفة، إن ما ربيتك يا عفة كانت غلطة وتسرعت فيها، يمكن ظروفي وظروفها توفقوا في لحظة، لكن ما بصيتش الاختلافات كتير قوي كانت بيني وبينها. بس ده عادي يعني، مش أي اتنين متجوزين بتحصل بينهم خلافات تبقى الجوازة غلطة. في خلافات ممكن تحتمل، اختلافات تانية مستحيلة، وللأسف اختلافاتي مع صفوة من النوع التاني. المسألة خلاص بقت مسألة وقت مش أكتر. معقولة يا دكتور بالسهولة دي ممكن حد يستغنى عن أي حد، أو كل الحاجات الحلوة اللي بينهم تتقطع بورق الطلاق؟ بالعكس، أصعب قرار في الدنيا ممكن الواحد ياخده هو الانفصال، لكن ما دام وصل له يبقى خلاص مفيش حل تاني. انت بتحبها؟ مش كل العلاقات بتقوم على الحب، في علاقات بتتولد من احساس الهروب. هروب؟ هروب من ايه؟ هروب من احساس اكبر وابعد، احساس شبه مستحيل. مش فاهمه تقصد ايه باحساس شبه مستحيل ده؟ احساسي بيكي انت اكتفينا. انا عايزه افهم انت بتعمل معايا كده ليه؟ انا اذيتك في ايه؟ طب وانا اذيتك في ايه؟ انت لسانك طول حبتين قفلت عليكي شويه، ما هو كله عشان مصلحتك. بعد كل اللي حصل بينا وبعد كل اللي انت قلته ما بقاش ينفع نعيش مع بعض، ارحمني وطلقني. ما انا قلتلك تأمني حريتك وقوليلي. هأتمن ايه؟ انت خليت حيلتي حاجة؟ لا لسه حيلتك كتير، تغزي العين بقى ولا ايه؟ انت مش بني ادم، ازاي انا اتخدعت فيك كده؟ عادي كلنا بنتخدع في بعض، مش قصة يعني. طب خليني اروح شغلي وانا مش هتكلم. فاكراني خايف لتتكلمي؟ طب تتكلمي. ما الحكايه بالنسبه لك فلوس وبس؟ هتدفعي كام؟ الفلوس اللي معايا خدتها. دي لسه حيلتك كتير. سافل يا روحي. واحنا مش هنتغدى يا بيبي النهارده ولا ايه؟ واخرتها ايه يا دنيا؟ مالك بقيتي شبه الموت كده شايلة ريحته ولابسة كفن متلتمة وساكتة ومش مفهومة؟ ما تتضياري بقى ودينا وشك، خلي الزهر يحن ويفك زنقة اليك. على فين يا غزال البتاع ده واخدك ورايح على فين؟ ويا ترى هتاخدي معاكي باريزة ولا؟ خش اخويا، خش برجلك اليمين. حاضر. خش اخويا وانت ساكت كده. ايوه سالفولا برازرز. انت ايه اللي اخرك يا خلوص؟ سيبك من التاخير دلوقتي، انا عايز افهم انتوا جايبيني هنا ليه؟ لا يا حبيبي بقى، بص بقى انا عايزك تورق كده وتهدى وانا هعرفك انت جاي ليه في القريب العاجل ان شاء الله. لا بقول لك ايه، ده اسمه اختطاف وانا ممكن اقلب عليك والعالم كله اللي جوه واللي بره. خلوص انت ناويتها ولا ايه؟ ناويتها. فلانك دلوقتي جايب المراد. لا بقول ايه، خلي بالكوا في دلوقتي قانون التحرش يوديكوا في 60 دقيقه. ايوه انا بخاف من الطرب. هخليها لك جنه يا حيني، هخليها لك رشد عين. صحيح. جاهز يا برنس النجوم وحاضر بره. تمام تمام تمام. ايه هو انتوا فتحتوا خلاص المقبره؟ جسمي مولع نار يا نمار. بتوشوشني ليه بس؟ بتوشوشك عشان تعبان يا نمار، تعبان جسمي ملتهب. شطة في كل حتة، والكريم ده مش عامل أي حاجة على فكرة، الكريم ده مش عامل حاجة خالص. لا يا حبيبي هو بس محتاج وقت شوية وهو زي الفل. مش قادر أستحمل، مش قادر أستحمل يا نمار، مش قادر. أنا قلتلك يا حبيبي، قلتلك هتتحرق.
هنا هنا هنا. فضلت تحط في الزيت تحط في الزيت وتقولي حمام شمس يا حبيبتي حمام شمس. اتفضل اهو اتحرقت اهو. انا مالي انا ومال الكلام ده؟ ولا عمري عملت تان ولا حمام زيت ولا حمام شمس. يوم ما حصل هتحرق كده. بالراحة 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 يا مر بالراحة يا مر. خبر يا مر ده انت جسمك بقى احمر قوي. والنبي وريني اعرف اشوف اعرف اشوف اعرف بص ما اعرفش. حرارة حرارة نار نار يا حبيبي نار. حكي يا مر انت حكي. انا ملتهب مش احسن معيط يا حبيبي. اضحكي اضحكي اكتر اضحكي قوي عارف. خلي الضحك تطفي نارك زي ما شعلتي ناره. بس يا ترى بقى تضحكي على مين فيكم؟ انتي ولا هو؟ تنتمي لمين فيكم عارف؟ منك ولا منه؟ ولا من كل حاجة حبيتها في يوم في حياتك؟ اضحكي اضحكي ودمري كل اللي بتحبيهم. خدي روحك في الرجلين. يا عفة بعد ما عيني جت في عيني ولقيت عيني مرغرغة بالدموع تنحت اتسمرت مكان والكلام كله وقف جوا بقي وسرحت لحد ما مشي. طب ومراته ما يعمل فيها ايه؟ لا لا هم منفصلين بقى. تينا ده ما بقالهمش غير كام شهر يا ماما. لا مختلفين في كل حاجه. هو قال لي كده مختلفين. واضح انك انت مش سامعه غير صوته بس. ايه يعني انا ما بسمعش غير صوته بس؟ هو انا جبتك عشان اخد رايك واتكلم معاكي. بس انا بصراحه فرحانه فرحانه قوي. بس بس ايه ده انت مش فرحانه بس ده انت طايره من الفرحه. عندك حق. يا سلام لما الواحده تحس ان في واحد بيحبها قوي كده وهي تبقى حاسه بالحب ده بس عايزه تتاكد وتتاكد انه فعلا بيحبها. احيانا الفرحه بتنسي وبتلاقي حاجات كتير يا تينا. وانت مش فرحانه بس انت هتموتي من الفرحه لدرجه انك نسيتي نفسك. نسيت فرق السن ونسيت اني متجوز ونسيت ان عندي عيب ونستحال اخلف مش كده؟ يا بنت كفلة الشعر الحقينا. عمك حافظ خد شنطة هدومه وفلق من هنا. فلق وده وقته برضو يا عمي.